صفة سجود السهو لمن زاد ركعة، يسجد للسهو سجدتين إما قبل التسليم أو بعده، وإن كان من العلماء المعاصرين من يفصل ويقول إن شك في الزيادة سجد بعد السلام، وإن شك بالنقصان سجد قبل السلام لما يقتضيه النظر الصحيح، حتى لا تكون زيادة إلى الزيادة، إلا أن هذا وإن كان مقبولا من ناحية النظر، لكن السنة أفادت التوسعة في ذلك. إن شئت سجدت قبل، وإن شئت سجدت بعد، إن شئت سجدت قبل التسليم وإن شئت سجدت بعده، على أي حال كان شكك.